هوية بريس. بسم الله، أنا الاسم ديالي سجيد عبد النبي، خلق في 1960 بلاد ولاد جامع. أنا عندي 7 ديال الأخوت، الأم توفية والأب متوفي. أنا المشكل اللي عندي أنني كنعاود السيرة الذاتية ديالي، كيفاش درت دخلت للسجن. دخلت بواحد الطريقة غريبة من نوعها، ليكون أنني كنت نخدم مع واحد الجهة، وإثر تقصي حقائق على بعض الأسلحة اللي كتواجد في الجبل ناحية قريحة، توصلنا لواحد السلاح ناري. وداك السلاح ناري لما جتو لفيتو في واحد الميكا وجتو لواد المالح، حفرت ودرتو في الأرض. المرأة ما كانش عارفاني بأن خدام مع ديك الجهة اللي أنا كنت خافيها عليها، لأن عمل سري. المرأة شافني الولد وأنا كندفن داك الجهاز، داك السلاح الناري. مشات بلغت عليا لابيجي اللي جاوا الدور ديالهم ونقبوا على داك السلاح الناري وتوصلوا ليه. ومن توصلوا ليه علمت، وصلني العلم على انهم لقاوه. مشيت قدمت راسي لعندهم لابيجي، حكيت لهم المشكل، عمروا لي محضر وداوني للمحكمه العسكريه، لكون ان عندي حيازه سلاح ناري وذخيره بدون قانون. هذه هي التهمه اللي تحكمت من اجلها. هذوك الناس اللي كنت نخدم معاهم تملصوا ليا، تنكروا لي، حتى شي جهه ما تبعتني ولا وقفوا معايا. انا العقوبه اللي قضيتها في المحكمه العسكريه 3 سنوات وما فيهاش الاستئناف، وقضيت واحد المده ديال تقريبا سنه وجاتني عقوبه غيابيه من المحكمه ديال تازة، وضموا لي العقوبه الاولى مع الثانيه اللي هي 3 سنوات و5 سنوات. واول سجن تحالف لي هو الزاكي اللي دوزت فيه تقريبا واحد 4 ديال الشهور، وكان شويه الزيار. وتما درت اعاده تسجيل لان كنت كنقرا في السنه الاولى دروه وخرجت لي سنه بيضاء، درت اعاده تسجيل. من بعد ما درت اعاده تسجيل هزوني الحبس ديال سيدي سعيد مكناس، دوزت فيه 7 ايام. من ديك 7 ديال الايام ولاو هزوني ترانسفير لبوركايت اللي قضيت فيه العقوبه ديالي كلها في 2006. ابتداء من 2006 كان المركز الوحيد اللي كيدوزوا فيه الطلبه وهو عين قادوس. في اخر ديال السنه كيجمعونا كطلبه ديال الجهات ديال فاس كلها، الجهات اللي تابعه للسجون كلهم كيتجمعوا في عين قادوس من اجل اجراء الامتحانات الجامعيه. وكان الامتحان مشدد، الحراسه مشدده، الا اللي كيخدم هو اللي كينال. قضيت المهم في الفتره ديال العقوبه ان حصلت على الاجازه ديالي في الدروه في 2008. 2008 درت اعاده تسجيل في كليه الشريعه ودوزت بكالوريا حره، وبعد خديت ديك البكالوريا حره سجلت بها في كليه الاداب. خديت الاجازه الثانيه في الشريعه في 2010، وفي 2011 كنت مسجل كنشترك ما بين كليه الاداب وكليه الشريعه. المهم دوزت العقوبه ديالي احسن الظروف، لكون انني انا كنت محتار من الشيفان وكنت نخدم في الاداره وكنقري المحاربه ومنضبط، وكل من قلب على شي حاجه كيلقاها. الا قلبتي على انك تدمج نفسك راك تقلب على الادماج، كاين طرق ديال الوسائل ديال الادماج داخل المؤسسه السجنيه، لان الا اللي بغى يتلاها. كانت عندنا 14 ديال 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 التكوين، 14 الماده ديال التكوين، كاين الصباغه، كاين النجاره، كاين بزاف ديال الحرف. الا اللي ما بغاش يتسجل وبغى التهاون راه كيتبع التهاون. وكاينه شهاده ابتدائيه اللي بغى يدوز شهاده ابتدائيه حره، كاين اللي بغى يدوز الكاتريام حره، اللي بغى يدوز البكالوريا حره. الناس كلها كانت كتهافت انها تخرج شواهد. انا كنعرف الزمات في الحبس وهو ذاك الانسان اللي كيخرج شواهد، كيحصل على شواهد. فالناس دابا حاليا كنشوفهم كيخرجوا فيديوهات وتيبقاو يقولوا بان الزمات ما الزمات. انا الزمات اللي كنعترف به وكنحترمه وهو الانسان اللي كيخرج شواهد، كيخرج كيقدروا المجتمع على انه خرج شواهد جامعيه عليا. هذا هو اللي كنعرفوا زمات. اما الزمات اللي كان تيبيع القرقوبي وكيبيع الحشيش داخل المؤسسه السجنيه وكيهضر ويتعدى على هذا ويتكرس على هذا، انا ما كنعترفش به زمات. اللي كيبيع القرقوبي وكينوض يتعدى على عباد الله جنسيا وكيتبيع القرقوبي، هذا خصو اعاده ادماج، هذا خصو يتادب، هذا ضروري ما يادبوه الموظفين. ولكن اللي كاب الطريق نيشان ومستقم، ما عمرش شي موظف انا تعدى على شي مسجون بدون سبب. وانا خلال الفتره الزمنيه اللي قضيتها في الحبس كنت نتفاجئ بعض الاحيان تيصيفطوا لي ولادي للحبس،
كيصيفط لي ولادي الحبس بدون سبب، كيمشيو يجريسيو الاسماء ديال الابناء ديالي. وقدم شكايات للجهات المسؤوله اللي هي السيد وكيل الملك والسيد وكيل العام، واللي عطاو التعليمات ديالهم ان تكون المواجهه. وعلى سبيل المثال الولد ديالي نعس في داره، وجاو لابيجي ودخلوا عليه صال الدار ونوضوه من النعاس وهبطوه وداروا مواجهه مع واحد مضروب، وقال لهم ماشي هذا اللي ضربني. هما تيجريسيو باسم ديال سجيد محمد اللي هو فويعه. هذا الاسم كلشي مطلق، هذا الاسم هذا شويه ديال زنقاوي، ولكن حنا ما كنديروش هذه المسائل هذه. حنا كنقلبوا على الحلال. حنا الا ما ضربش تماره، ضربش تماره ما نوكلش ما ناكلش الحلال. واللي كيقلب على الحلال دائما حنا جلدنا مالح، واخا ابسط حاجه تديرها كيجيو تيقلبوا فيك. والناس اخرى كيديروا المشاكل كثيره ما كيقلبوش فيهم. هادشي اللي ما عرفتينا علاش. خلال الفتره اللي كنقرا في الجامعه ديال كليه الحقوق، حتموا عليا انني ندير واحد البحث في المخدرات داخل المؤسسه السجنيه، اللي كان فيها عرض ومناقشه وبحث ميداني. البحث الميداني كيفاش كيدير هاد الحشيش تدخل المؤسسه السجنيه. كاين طرق اللي كتدخل هاد الحشيش كيدخل المؤسسه السجنيه، اما كيدخل عبر الاسوار، اولا كيدخل في المؤونه، اولا كيدخلوه بعض الموظفين اللي متخلفين اللي كيقلبوا على الثراء ويعطيوه العقول الضعيفه اللي كيتاجروا به داخل المؤسسه السجنيه. وسائل ديال الدخول ديال الحشيش من برا للداخل، هادو المسائل، هادو هما الطرق اللي كيدخلوا. اما عن طريق المؤونه كيتخبع في بعض الاكل، واما كيجيبوا شي متخلف من الموظفين اللي كانوا تيقول لهم حنا كما كنقولوا مثلا تنقول الحمير، كيجيبوا الحمير من برا اللي هو موظف ما عندوش الضمير، وكاين اللي كيتلاح عبر الاسوار. وهادشي اللي تنقول لكم حاجه اللي هي درت فيها بحث دقيق، وكيولي تقسط داخل المؤسسه السجنيه واحد الثمن باهظ لداخل المؤسسه السجنيه، والناس كتبيع الملابس ديالها مقابل انها تكمي الجوان. ودابا حاليا الحمد لله كان في صارخ يعني كيعرفوا بان داك الشيء كيتكما وكيتباع تما، كاين اللي كيبيع بطبيعه الحال كيكون معروف عند كلشي كلهم. المدير على ما اظن المدير تا هو براسو تيعرف، لان اثناء التفتيش كيطيحوا في بعض الكميات ديال المخدرات السجنيه. المسائل اللي هي واضحه وكنت انا كنلاحظها، وان الاسم ديالي اللي كان في المؤسسه السجنيه هو بلادن. انا الموظفين كيعطوا لي بلادن، المدير كيعيط لي بلادن. هذا الاسم جيتو من سلا، هذا الاسم لقيت واحد المدير تما كيعرفني قال لي اجا بلادن تلقد هذا الاسم من داخل المؤسسه السجنيه. انا ما جيتوش من معايا او لا اسم ديالي هذا هو، انا جيتو من المؤسسه السجنيه ديال سلا ديال الزاكي. واحد الموظف كيعرف المدير تما كيعرفني هو اللي طلق هذا الاسم. يعني انت عندك شهره في السجن ديال الزاكي؟ عندي شهره في الزاكي، وعندي شهره في سيدي سعيد، وعندي شهره في بوركيز. جاو بعض الجمعيات كنا تنديروا امسيه تحسيسيه توعويه، كنحاولوا ما امكن نخرجوا المسجون من داك العزله اللي كيعيش فيها. كنحاولوا في التسجيل، كنت كنسجل اللي بغى يدخل في التكوين، كنت انا اللي كنساعد. انا كنت نخدم مع المشرف الاجتماعي بالغازي محمد، كنت نخدم مع رئيس المصلحه ديال رئيس قسم الضبط اللي هو اسم ديالو مساوي. كان تما كي واحد المدير انا كنعقل من اللي كان سي القمره، وجا موراه بن سفيان اللي كان اكبر زمات ديال المديرين اللي كان تما كيعذب عباد الله. ابسط الامور اللي وقعت علينا تما كي كانت فيها تشديد، وان كنا طالبنا اننا نصليو صلاه الجمعه، وجا المدير والموظفين تيقولوا اللي بغى يصلي يخرج، اللي بغى يصلي يخرج. وقبطونا وداونا لواحد البلاصه اللي كنقولوا لها حنا عيل كرمه، وقتلونا بلاصه. شو السبب؟ السبب ان طلبنا ان نصلي صلاه الجمعه جماعه، هذا هو السبب علاش كلنا بلاصه. ممنوع صلاه الجمعه، ممنوع بتاتا، تجمع ممنوع بتاتا. موظف كان تيصلي بنا بالسجلالي هزوه ترانسفير، حيدوه من داك الحي، هو اللي كان تيأدي بنا صلاه الجمعه. وكان صلى بينا واحد النهار الشيخ ابو حفص، كان تيصلي بينا مثلا صحه على الاداره. واخر مطاف جات تعليمات صارمه ان ما يبقاش صلاه الجماعه ولا بالجماعه ولا المجموعه. واش هادشي ممنوع قانونيا ولا غير في السجن هما كيمنعوا؟ هما كنظن بان هادشي ممنوع، مادام ان التجمع ممنوع الا ان هادشي ممنوع، ولكن القانون الداخلي ديال المؤسسه السجنيه ما كنظنش على انه يحرم الانسان من الصلاه، لان الشعائر الدينيه ما كيتحرم منها حتى شي انسان. تق... تق...
تقريبا بحال اللي بغاوني نولي معاهم انا ما امتنعت، لان تمرصوا بيا النهار الاول ما يمكنليش نولي معاهم المره الثانيه. لا يولد غو الانسان ومن جحر ما على السبب اللي خلاهم يتخلاو عليك. ما لا ما قدتش نسولهم، ما بقاش نسول واش نسول شي حاجه شي جهه اللي يمكن لها تولي تغرسني عاوتاني تولي تصيفطني للحبس. ما نبقاش نتناقش معاهم في هذه الامور، اللي كون ان جهه مسؤوله كبيره وانا انسان مسكين وفقير ما يمكنليش نتقاد مع هذاك الجبل. حتى الناس اللي حاكموني ظلم كنبغيهم، الله يخلص كل واحد. لان تيقول لك المثل قاضي في الجنه وقاضي في النار، القاضي اللي كيعدل هو المحبب، هو اللي كيمشي للجنه. اما الجائر والجاهل الله اللي غيخلصو بلا ما نهضر معاه بلا ما نقولو شي مسائل. هذه مسائل اللي باينه واضحه وضوح الشمس، الحلال بين والحرام بين، ما يمكنناش نقولو شي حاجه الا الاحترام للجميع. كنحترم الجميع، كنحترم الجميع.